بالفراخ، ما عنديش مشكله. ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. اول حاجه الفراخ سهله جدا في فرمها، يعني مش محتاج ان انا اشتريها مفرومه جاهزه، انا عادي جدا هجيبها زي ما هي كده. بس الاول اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البصلايه دي اول حاجه، اسف الازعاج. شوف الملامح عامله ازاي. خلاص الموضوع بسيط، حطينا ليه البصل الاول والثوم والفلفل. السكينه اللي هتضرب كويس جدا اللحوم دي ما ينفعش تبقى تنزل عليها لحمه مره واحده، هتلاقي ان في ريحه غريبه. ركزوا بس في التفاصيل دي واسمعوا كلام اخوكم. الريحه دي من السكينه السخنه وقوه الموتور في فرم اللحمه، تلاقي فيه يعني في ريحه غريبه كده انا بشمها، وتبقى في صعوبه في الفرم. فبالتالي لو نزلت عندي الخضار بتاعي هينزل منه ميه، فهيسهل معايا الفرم. ده المقصود من الكلام، ويلخص معاك برضو وقت طويل في طريقه الخلط. طيب حطينا ايه بقى واحنا شغالين؟ ملح، بابريكا اللي هو فلفل ارناؤوطي، حطينا كمان حبه بهارات حلوين للحواوشي بيجيبوا من عند العطار، حبه بهارات مشكله. بنمسك بقى الكلام ده كله، نرفع اول حاجه السكينه، ريحه حلوه كده، ونرفع بقى على طول بأي سكليبر أو حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهو شوف الملامح عاملة إزاي. فضي طبعا كده، ولو قعدت شوية عايز أفرمها أكتر أفرمها أكتر، بس انا احب الحاجه تبقى فيها تيست حلو وانا باكل كده مجروشه سنه، يعني زي ما حضراتكم شايفين، شايف المنظر؟ اه يبقى كل حاجه بس واضحه شويه، مش عامله كفته، ده حواوشي في الاول وفي الاخر. اهو بس كده زي الفل جدا. فلفل باين، البصل باين، ريحه البهارات باينه، البابريكا مدياني لون حلو كويس، وهو ده المطلوب اثباته. طب وبعدين يا شيف تعال نكمل في ده ونخلصه بالمره عشان نخش في اللي بعده، ما يبقاش فيه صعوبة في التفاصيل كتير عشان ما نخشش ده على ده. العيش أنا أرجح دايما العيش البلدي بتاعنا اللي هو ده، بص يا فندم كده أهو العيش اللي عندنا في كل حتة، عيش الفرن البلدي الصغنن كبير أيا كان. طيب في إيه تاني ممكن نستخدمه في عيش؟ والله عايز أعمل عيش شامي ماشي، عيش كبير أكبر من ده ماشي، راحتنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة هنجيب عندنا بولة فاضية كده مثلا زي كده. لا دي مش بولة، خلينا نجيب بولة ثانية. وناخد في البولة دي نص معلقة سمنة، ركزوا معايا شايفها، وعليها سنة زيت عباد شمس. خد مني وما ترجعش ورايا. وهاخد بص هنا، بص كده زيت التوم ده شايفه، هو ده، شوف 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 شوف، تمام تمام. وهاخد جرشة ملح، وهاخد جرشة فلفل،
وبعدين واخد فرشة لطيفة وقلب الكلام ده كله مع بعض. شوف هنا انا عملت ايه بقى؟ عملت تتبيلة للعيش، مش بس دهن عادي، لا هنشوف. سيبها كده قدام عيني، وهجيب عندي الكمية اللي انا هشتغل بيها مش كتيرة. باخد مثلا بص على قد قبضة ايدي كده، وراح اعمل كده وابدأ افرش كده. شوف بعمل ازاي اهو. شوف تاني كده، وباخد كده كمية مش بالكتر كده، الكمية دي لطيفة، وبعمل كده اهو. افرش الاول لكن انا امسك الرغيف، هو يفرش مع نفسه. بص بعمل ايه؟ شوف اهو، شوف خدت بالك على قصدي ايه؟ اهو تاني كده. بص بعمل ايه؟ بفرش اللقمه. بص 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 خدت بالك؟ الموضوع بسيط جدا جدا، قيسوا على كده على كل حاجه في الطبخ، والله بسيطه جدا. شوف شوف اللقمه الاخيره. شوف اخر حاجه، ده ربع كيلو فراخ. ايوه يا فندم. بصلايه، قرن فلفل رومي. ايوه يا فندم. كل ده حاجتنا موجوده نقدر نعملها بكل بساطه. طيب وبعدين ولا قبلين هنعمل حاجه حلوه قوي. خلاص خلصنا اللي احنا عايزينه كله. هجيب عندي صاج عادي جدا بتاع الفرن، وامسك حالا وامسك اللقمه بتاعتي كده وابدا ادهن. شوف كده، وراح اعمل كده. شوف خدت بالك؟ وفي الارضيه بتاعت الظهر كده برضو كده اهو. وراح اعمل كده مش بكميه كتيره عشان ما يتغمقش مني بسرعه اهو. شوف شوف كده، وراح ماسك اللقمه الثانيه وعاملها كده. شوف اهو يا فندم. سميه هانم، صباح الفل والسعاده. صباح الفل يا شيخ، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ تسلم ايديك. الله يخليك يا فندم، شكرا، ربنا يعز حضرتك. والله تسلمي. انا دايما بنعمل الحواوشي لحمه، اول مره اشوفه فراخ. لا ده وفي سمك كمان. ده حاجه جميله جدا. بالهنا والشفا يا فندم، ده في سي فود كمان مشكل. يا شيخ احنا من اول رمضان انا مش عارفه اكلم حضرتك عشان التقارير اللي بتعملها. طب اهم حاجه تكون التقارير كويسه ولا وحشه؟ اهم شيء اخد رايك الاول بس. لا ده جميله. طب الحمد انا عجبتني قوي التقرير بتاع المزرعه اللي هي بتعمل الاكل المجفف. ايوه لسه الاسبوع اللي فات. مظبوط مظبوط، دي كانت تحفه. طب الحمد لله. وكمان بتاعه المغرب. طب الحمد لله. الاموره والاكل اللي كانت عاملاه وحضرتك ساعدتها فيه، لا بصراحه كانت جميله. الله يخليك يا فندم، كل ذوق. بس كانت حرمانه منك مش عارفين نكلمك. معلش والله احنا بس والله عايزين نقدم كل حاجه حلوه لحضرتك طول الشهر والله. يعني هدفنا كل يوم نيجي نطلع كل حاجه عندنا، عارفه اللي هو ايه؟ يعني كل شيء والله لحضراتكم اهم شيء. ولكن ربنا يسعد حضرتك. انا بس كنت عايزه اسال حضرتك على سؤال. اتفضلي يا فندم. انت عارف بقى احنا العيد قرب، ودايما مع الكحك بيبقى فيه الترمس وفي الحمص. مظبوط طبعا. طبعا في بقى نوع تاني في اسكندريه بيعملوا الفول كانه يعني مخلل زي الترمس، زي فول حراتي كده. عايز اعرف ده بقى بيتعمل ازاي، بيبقى ازاي ميزز كده والطعم الجميل ده. حاضر هجيب لك الوصفه بتاعتك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا فندم وبصحه وسلامه، وبشكرك لمتابعتك لينا، واسفين لو اتاخرنا عليكم في رد التليفونات. بشكرك، شكرا جزيلا يا فندم. طيب الحواوشي خلاص خلصان وزي الفل، قطع منه يعني اللقمه الكبيره دي احب اقطع منها شويه، اما الصغيره شايف ان الموضوع عادي يعني مش شرط يعني. ده لسه شويه فاضل له عليه سيكه كده كمان، وهنا كمان فاضل سيخ كمان. ماشي على ما نعمل ستارت اكون خلصان ان شاء الله. وفكر كمان كلهم يتغرفوا في سيرفيس واحد، يبقى في اللطافه كده حاجه كبيره تلم الكل ومفهوم كل حاجه فيها ايه.